كلامك يا حبيبي، انت عيان ولا ايه؟ شويه ادخل استريح. تعالي هنا، ما تلبقيش عليه قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست مننا لازم تداري على عواطفها شويه، احسن يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول بره؟ طب امشي انا بقى احسن من التعبير. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. هذا الصاحب على الجيران وجيران الجيران، استاذ عبد السلام بالليل والست هنات بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو هيعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمارض عشان تعرف عواطفي، انا فاهمه العيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده من ايه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي الغدا، احسن هموت من الجوع. احمد حبيبي انا متاسفه قوي، ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناية جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العرش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها؟ هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا اما؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك. اروح تخليك الغدا. تعالي هنا. فاضل كام جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 سايب مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي، ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يقوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. تصور يا حبيبي العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقولوا ان بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتقعد تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب راجل غريب يخطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول ايه اللي مدلل ده؟ دي ولاعه يا حبيبي. رب الدنيا ليه كده؟ زي بطله فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول، ولا تبينش ده على الواقع ان انا مو فضلك. طيب يا ماما تعالي. على ما مش عارف تجيب كده ابدا. اتفضلي استريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه اسمعي يا بنتي،
أنا مش هقدر أجيبكوا هنا تاني أبدا، أنا مش بايع عمري. بعد الشر عليك يا ماما. ويعني أنا اللي بايعه؟ الله، ما في كده ليه؟ إحنا مش هنتعشى هنا. لا، إحنا هنتعشى بره. ولا ما إحنا هنتعشى بره، مش كنت أستناكوا تحت؟ لازمته أهي أطلع لكم لحد فوق. لا، ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الأول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الأول لازم تطلعي فوق تاني. بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السيرك، وبعد كده تنزلي. بعد ما تنزلي إذا كتبت لكي ولنا النجاة نروح كلنا ناطين فوق. الله، مالك يا أحمد؟ أنت عيان؟ ولا عيان ولا حاجة، حضرتك بتسأليني وأنا بوصف. أصل أنا معزومين كلنا عند الأستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا أحمد؟ اسأليها هي يا حماتي، لأن ده موضوع يتبع الإدارة الداخلية والعلاقات العامة. أنا هنا مسؤول عن وزارة المالية، وطبعاً ما يصحش الوزارات تتداخل في أمر بعضيها. أنتوا مالكوا يا أولاد؟ تتكلموا بالألغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحلة وبعدين هتعرفي كل حاجة. سترك، سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماتي؟ هنخرج؟ ايوه ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا ماما، هتعملوا ايه بس؟ فهموني، اعملوا معروف. شوفي صوتك يا ماما. اوطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت، فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق ومتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول، انا مش ممكن هطلع ده ابدا. من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 اهلا، يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايسنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. فوزية هانم ماما. مش ممكن، صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. يا منافق يا ابن ال. تفضل. القصر نور والله. قول ايه لو سمحت؟ القصر، ما هو مش مهم انك تكون عايش في مضروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر المضروم ده قصر. راي حضرتك في فلسفه كلها قناعه ورضا، مش موجوده عند ناس كتير. ليه مش عايزين ترقيح لو سمحت؟ ايه الطنوحات دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها انهم ياكلون البنجر على السلالم. اصل انا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هانم، احسن بحس بالخجل من اي ثناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. ظريف قوي يا احمد بيه، انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك راسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخالد معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا اكدب واخش النار يعني. ده اسم حديثي حبيبي، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه راي معاليك؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم،
انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام، اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام. يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنة زي واحد عنده 30 سنة؟ ممكن جدا، المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا، ضارب الدنيا 90 برطوسة، بس اهم حاجة عندي ان انام بالليل مرتاح، واي مشكلة تقابلني بريك ارميها ورا قفاي. ورا قفاي. ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحة عظيمة جميلة؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفة يا هانم بطل اللوحة ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحة هو الأعمى. ده احنا ليلتنا فلالي. هنزلكوا راجع على طول. هو راح فين؟ ليه راح يدور على قفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده. اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسو، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه؟ عايز تجيبنا حاجة ساعة؟ هات. مش عايز يا عم متشكرين. ادو انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفي ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجة. الله، ده لذيذ قوي يا حمادة. جرب كده. أنا لا 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 يتشرب كده. إيه رأيك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ إيه ده؟ إيه ده يا أستاذ عبد السلام؟ ورنيش في الأول بس كده، إنما بعدين تبقى. اتفضلي يا هانم. لا، خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد. انا حجزت فيه لادي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه. يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي النار. اسمحي يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا في سلام ايه؟ وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بنشوفك. انا عبد السلام بيت ربيت حضرتك هي. ميرسي مدام. حضرتك معروف قوي هنا. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فاهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنة ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني.
ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوه الجميله. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. مرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هاني. مرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نواف مش وقت. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحه بقى دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. شد ما تشدش دي صحتك وانت حر فيها. انما تجيب لك علبه كبريت تحطها فيها. كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. اسمحي لي اولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا فيها. أبا ماليش في ال أرجوكي أجبري بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني أحس إني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هتقص معايا أنا بقى. مش معقولة، أنا حاسس إن بنت دي غزال حلو جميل، بيت مخضر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام أحسن، أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هاني وحياتك من ايام المرحومه مراتي ما قلتوش. اكيد مراتك كانت سعيده معاك لانك انسان لطيف.
واكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لانك ست عظيمه. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا ايه؟ ايه رايك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خساره، وانا اللي كنت فاكره بعد الجواز هرقص واتنطط واخرج زي ما انا عايزه في حما جوزي. الحق امك يا نوال. ايه في ايه؟ السوزوك اشتغل. يا نهار اسود، الراجل جنن من البيت وامها. يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون. اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقه عامه. والحديقه العامه معموله عشان الناس تتبسط. ليه انت كمان يا حماس يا عمت على عماهم؟ مش قادر افهم انت مكشر ومبوز ليه؟ اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي واخلف لي عيلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاعه اللي انت لابسها. ايه لا ولاعه اللي انت لابسها دي؟ وما قلتليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسها ولاعه. وبعدين معاكم يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا محلاها فاتت وعمري ما هنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا محلاها. يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست ونروح انا كمان، ايدينا برادت. تاكسي هناك اهو. يلا بينا تاكسي. استاذ احمد، نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي؟ وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه ما تكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين. انا مش قادر افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. امال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج، هي السلالم دي شويه. سلالم؟ امال عبد السلام افندي ما بينهجش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي، ايام ما كان الراتب بقى شساخ وال500 بيضه ببلاش، العماره كانت ب6 جنيه. انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اسكن في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري، لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زبط. امال عايز ايه؟ انا. طب يلا ننام. كل واحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. ايه ده؟ ودول كمان. انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص، هاتهم كلهم. حضرتك ساكنة هنا؟ ايوه. برضه ساكنة هنا؟ غريبة، ما مش شفتيش قبل كده. أصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم، واخدين الشقة اللي فوق خالص. لا
بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جوزي محامي، هخليه يرفع قضية. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضية. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش، خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السفن ولا عشان ما تحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقولة؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ الله، ده انت. مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله، الرقص فني جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول، ده انا معرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنمي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب، ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه، قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا، براحتك. السلم يا ريت. عندي هدي من النبي يا ستي. طب انزلي جاري هاتي السلم. هو انا فيا حل السلم يا ستي. الاقي عند حضرتك معلقه سمنه؟ جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ست. طب انزلي جاريه هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ست. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ يا دي الكسوف، كده من أول مرة آخد من حضرتك البصل والثوم. بسيطة، ما حصلش حاجة. وأنا متشابرة وزي السكر. جبت يا بنت اللحمة؟ يا دي الحوزة، ده أنا نسيت أقول لك إن ثلاجتنا فاضية، والنهاردة الاثنين مفيش لحمة. أنا عندي هنا كيلو ونص تحت أمرك. يا دي الكسوف، كده أول مرة وآخد منك اللحمة. لكن وحياتك أول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك. أنا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطقوش، ما بستلطفوش. جت سليمة. مغلبني والنبي. هو حضرتك عايز تسأل المكان؟ أنا مش عايز شقة، أنا ساكن في الدور الأحداثي. الانفتوح؟ بالظبط. أهلا وسهلا، منور. شكرا. تبي تاخدي بالك منهم شوية لأنهم الظاهر عليهم تشكيل. يا واد أنت وهو. سيب الموز. سيب الموز. أنت بتاكل الموز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحدة ليا وواحدة لمراتي. موزتين. طب موزة واحدة فرقع مراتي. هات موزة. عيب يا واد. موزة. ايه ده؟ موزة. ده وجع بطنكم. يلا. لا أنا مش شايف. دول نفسهم فيه.
تعملش هنا، انت فاهمه؟ ما دام قعدتي على الغسيل لازم يطلع زي الفل. ولا فاكره نفسك بتشتغلي عند مين يعني؟ ها؟ بس انت مالكش دعوه. ها؟ تعالي يا بابا. انت تضربيها بالدماغ؟ جيران ايه دول؟ بالدماغ. مالك يا حبيبي؟ مش مهم مالي، المهم الحقيني بالاكل، واقع من الجوع. حبيبي اتصور ما لحقتش اطبخ. ايه عينيا جارتك طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين، بوتاجازهم خلص قاموا جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. احرجت، ما بقتش عارفه اقول ايه. انت بتعملي حاجه زي كده يا نواف؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معزومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوه بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحمات، رحمات من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرضوا قبلت عزومه حد لازم احنا كمان نعزم، ولا العمليه تبقى سفلاه يعني. خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزيمه منين؟ خلاص تتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك فاكر احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين. ها
شايف دول بيقدموا لنا ذهب كمان. العالم ونونت بقى ومحدش عارف هو بيعمل ايه. اهي دي كلها كام سنه وتبقى مليونيره. بقول لك ايه؟ هي تخلص رقصتها من هنا واحنا نقوم على طول. مش هنكمل البرنامج؟ لازم انام بدري، عندي قضيه الصبح ولازم استريح، محدش هينقطني وانا بترافع في المحكمه. خلاص بس ما تزعلش كده. القاضي جاي 4500 مرة.